بحضراتكم اليوم هنتحدث عن قامة كبيرة في دولة التلاوة المصرية وهو فضيلة القارئ الشيخ طه الفشني رحمة الله عليه الذي أبدع في قراءة القرآن الكريم بصوته العذب وفي الابتهال والإنشاد الديني فجمع ما بين الحسنيين فاستحق عن جدارة أن يكون هو الكروان ما بين المبتهلين والمنشدين والقراء اليوم نتحدث عن فضيلة القارئ الشيخ طه الفشني في مصر دولة التلاوة والعاديات ظَبَحًا فالم الشيخ طه الفشني كروان القراءة طه الفشني كروان القراءة جمع بين حسن تلاوة القرآن الكريم وجمال الإلقاء في الإنشاد والتواشيح الدينية فجعل لنفسه مقعدًا بين عمالقة المقرئين ومقعدًا آخر على عرش التواشيح والابتهالات الشيخ طه الفشني يعد أحد عمالقة التلاوة وكان أيضا عملاقا في هذا الفن من المديح رحم الله كروان القراءة الشيخ طه الفشني برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام وبرحب بفضيلة العالم الدكتور علي كمان أهلا بكم صحفي أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا نتحدث عن فضيلة القارئ الشيخ طه الفشني رحمة الله عليه تميز في قراءة القرآن تميز في الابتهالات وفي الإنجاد وفي التواشيح ابتداء ماذا تقول عنه في الدكتور علي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه الشيخ طه الفشني رحمه الله تعالى كان نقطة فارقة يعني الدنيا ماشية وفيها ما فيها من العلو وفيها ما فيها من الفخامة وفيها ما فيها من ملوك التلاوة وراح ده طالع منور الدنيا في حتة تانية يعني الشيخ طه الفشني ولد 1900 مصبوب. على رأس القرن مات 1971 عنده 71 سنة ولد في بنسويف في مركز هناك اسمه الفشن فسمي باسمه طه الفشني الشيخ طه الفشني كان يمتلك صوتا نادرا صوتا ممكن نسميه الصوت المتحكم المسيطر لانه كان قادرا على ان يتحكم في المقامات الموسيقيه يتحكم في القرار والجواب بقدر واحد وهو ماشي يقرا هو بيقرا من غير ان يخطئ من غير ان يفلت منه حاجه فيضطر يعيدها ده ده حاجه نادره قوي صوته كان من نوع الحاد صوت حاد يبقى جاد وحاد. لكن أبوه وداه التعليم العام ودخله الابتدائي وكذا وما زال وهو في هذا برضه الأستاذ يخليه يقرأ قرآن الصباح في المدرسة لأنه الصوت بتاعه حلو ومميز وزي ما بيقولوا إيه حاجة تانية يعني. بعد كده الشيخ طه الفشني قعد يتدرج في هذا الى ان اخذ ال الكفاءه والمعلمين وكذا الى اخره وحفظ القران واتقنه ونزل مصر يكمل في معهد القراءات ويكمل دراسته للمقامات الموسيقيه وهكذا مين بقى اللي علموا المقامات الموسيقية؟ علي محمود الشيخ علي محمود علي محمود اللي هو بقى أستاذ الكل ده ممكن. اللي هو أستاذ درويش الحريري وأستاذ رفعت وأستاذ كذا قلنا ساعتها م. إنه هو مولود 1880 صاحبنا 1900 يبقى ده أكبر منه بـ 20 سنة يعمل أستاذ 20 سنة تعمل إيه؟ الأستاذية فنزل القاهرة وتعلم على يد الشيخ علي محمود كان يحب سيدنا الحسين قوي اللي هو الشيخ طه الفاشل فدور على حاجة بجوار سيدنا الحسين علشان قلبه متعلق بسيدنا الحسين يعني هي المركز منطقه الحسين هي المركز الحسين والازهر طبعا لانه فيها الازهر وفيها طبعاً. سيدنا الحسين وفيها مجموعه من لما تعمل دايره كده على الخريطه فيها مجموعه ضخمه جدا من المساجد الاثريه ذات التاريخ طبعاً. الواسع فيها مجموعه من الاولياء عجيبه غريبه يعني اكثر من 40 50 ولي من كبار الاولياء فهو على طول في سيدنا الحسين يروح سيدنا الحسين الناس تسمعه وهكذا وفي يوم من الايام اتفتحت الاذاعه ورئيس الاذاعه حينئذ سعيد باشا لطفي اخو احمد لطفي احمد باشا لطفي احمد لطفي السيد يعني هو مش معتمد لسه ما راحش لا اذاعه ولا اعتمد ولا كذا الى اخره احنا في الثلاثينات كده 36 وثلاثين بس هو شغال قبل كده ما هو احنا دلوقتي هو من 900 مولود جه مصر 22 يبقى لسه هو شغال قبل كده ولذلك كان في شركه يونانيه سنه 34 راحت مسجلاله الناس بتوع اليونان كانوا يجوا يشتغلوا عندنا هنا وبعدين يروحوا بلاده خاصة لما يكبروا يقول لك عايز أموت في بلدي فبيحبوا السماع وبيحبوا الشيخ طه ده بالذات بس كان بيغني وقتها لما سجلوا له لا عادية لا ده سجلوا له القرآن القرآن؟ اه سجلوا له صغار قصار الصور أيوه. أيوة وسجلوا له يمكن مديحة أو حاجة زي كده لكن لكن الاسطوانه اليونانيه لا كانت قران كانت قران مش غناء مش غناء لا م. وكان بطلب اليونانيين نفسهم فسجلوا له الكلام ده بدري قبل الاذاعه اه طبعا قبل, قبل الاذاعه فالمهم لما جه سعيد باشا بيستقبلوه ده سعيد باشا بقى ده يسموه الريس طبعا واخد بالك قاعد في كبار الزوار وبتاع مش عارف ايه الراجل ال المقرئ المعتمد أي. طبعا فواحد قال له عندنا واحد تحفة بس مش معتمد راحوا له قالوا له تقرا قال لهم بس انا مش معتمد شوف الذكاء هو ده ذكاء وادب في نفس الوقت فراحوا لسعيد باشا قالوا له عندك قال طب يقرا خمس دقائق كده شوف فقالوا له تقرا وما تطولش يا مولانا خمس دقائق قال لهم حاضر خلص الخمس دقايق وهيختم الراجل اللي قاله خمس دقايق دور جري عليه وقال له لا طول شويه الباشا عايز يسمعك طول خلاه عشرين دقيقة وهيخلص راح راح له تاني قال له الباشا عايز يسمعك طول كمان خد له نص ساعة ما شاء الله وكان بادئ الخمس دقايق راح له سعيد باشا وقال له ايه ده ده انت حاجة الإذاعة محتاجاك تيجي لي بكرة علشان العرض على لجنة الاعتماد قال له حاضر راح بكرة فأذهل لجنة الاجتماع ال... الاستماع مم. وكان ساعتها فيها نحو عشرين عضو عشرين واحد بيختبروا في المزيكا في المقامات في في التجويد في الحفظ في الأداء في كذا إلى آخره اعتمدوهم قاعدين ما بقى فوت علينا كمان ست, ست شهور ولا سبع شهور, شهور ولا في حته كده عايزه صقل وكده الى اخره ابدا اعتمدوا فاعتمد في في الاذاعه وما سابهاش بقى لغايه ما ما انتقل يعني تملي كان هو موجود فيها على طول وهو برضو كان متمكنا تمكنا كبيرا في الأمرين اللي هو القراءة والتواشي مرة هما الاتنين زكريا أحمد وهو بقوا تبع علي محمود في الفرقة بتاعته لما عملها خد الشيخ طه وخد الشيخ زكريا زكريا, زكريا انفصل وعمل حاجه لوحده وطه كان لسه ما انفصلش وكان يجل شيخه اجلال عظيم جدا وفي ذلك امور. طيب استاذن حضرتك بعد الفاصل نرجع نشوف فكره ان انه لقب بكروان التلاوه فده شق مهم جدا ولكن كمان جمع ما بين الانشاد وكان في السابق كنا بنسمع انه اما ان يكون قارئ واما ان يكون منشد وكان من الصعب يعني الجمع ما بين الاثنين او اعتراف يعني الاذاعه ام كلثوم سميته ملك التواشيح ملك التوشيح ام كلثوم اه كمان اه والقصه أو أقول بقولها لك جميل جدا مشتاقين <applause> ان احنا نسمعها بعد الفاصل ان شاء الله ان شاء الله حضراتكم <applause> خليكم معانا WHAT <laughs> الشيخ طه الفشني القارئ المتميز صاحب خامة الصوت التينور الذي يبدأ من درجة عالية ثم يصعد وينتقل ويتوغل بين المقامات هو عالم بعلم النغم بل أستاذ الشيخ طه الفشني رحمه الله تأثر كثيرا بأستاذه الشيخ علي محمود في عالم الإنشاد والتواشيح ومع هذا تفرد بأسلوب آخر وهناك فرق سريع الشيخ علي محمود كان يتنقل تنقلات سريعه بين المقامات لا يترك نفسه على المقام جمل كثيره اما الشيخ طه الفشني يقول جمله ثم يكررها بنفس المقام يبقى اذن تميز بخصوبته في المقام الواحد هكذا هو الله هو الله أنا في نفس المقام لم أخرج منه هذا ما كان يفعله الشيخ طه الفشني يأخذ المقام بكذا أسلوب كل المناطق في الصوت استخدمها القرار والوسط والجواب وجواب الجواب يذهب إلى جواب الجواب بحرفية عالية قارئ مدرسة بمعنى الكلمة في مدينة الفشن بمحافظة بني سويف، حيث الحياة الهادئة ووجوه الطيبين، نشأ صوت من أصوات القرآن الكريم، وملك من ملوك الإنشاد الديني، هو فضيلة الشيخ طه الفشني. ومن تلك البقعة إلى حي الحسين وشوارع قاهرة المعز، حيث بدأ الفشني رحلته في خدمة القرآن الكريم. الشيخ طه الفشني الله يرحمه، بيحب أولاده جدا وعطوف جدا وسخي جدا وفي نفس الوقت شديد جدا شديد في الحق شديد في التربية شديد في التعليم شديد في مراقبة الصلاة يا بابا الحمد لله أنا وصيتك نفذتها على أكمل وجه أنت ما موتش أنت حي وفي وسطنا وبنستمع إليك كل يوم سواء كان أنا أو أولادي أو أحفادي ربنا يرحمك ويغفر لك أما قبر الشيخ طه الفشني في طرب الغفير بمدينة القاهرة فيعتبر مزارا لكل محب للشيخ الجليل ولسيرته العطرة يتوافدون عليه بشكل مستمر لقراءة الفاتحة والدعاء برحب بحضراتكم مره اخرى وبجد ترحيبي بفضيله العالم الجليل الاستاذ الدكتور علي مهدي. اهلا بكم صاحبي اهلا وسهلا بكم. بنستكمل الرحله مع سيره القارئ الشيخ طه الفشني رحمة نعم رحمه الله عليه. نعم وحضرتك قبل الفاصل لما كنت بقول أنه هو كروان الاذاعه فقلت لي كمان ده ام كلثوم كمان اشادت بصوته في الانشاد وفي الابتهال. وقالت عنه ملك التواشيح. الشيخ طه كان احد بطانه علي محمود وبطانته بطانته دول ناس كتير منهم طه الفشني ومنهم زكريا احمد بعد كده سنة 40 هو عمل لروحه بقى في فرق. يعني فرقة بعد ما استقل و... وأذن له الشيخ كان هو مؤدب قوي مع الشيخ ومرة الشيخ علي محمود كان عليه قراءة فقالوا له ده الشيخ مريض تعال انت اقرا سيدنا الحسين فراح استأذنه الأول واطمئن عليه، يعني فات الأول عليه واستأذنه وكذا إلى أخره، وبعدين لما رجع قرأ بعد الإذن، فالشيخ علي محمود اتبسط من ال 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 الوفاء ده. اه بعد ما خلص راح فأول ما دخل عليه عيط، علي محمود عيط وقال له أنا ما كنتش فاكر إن أنت تصل إلى هذه الدرجة وكذا، فالتاني عيط. وحضنوا بعض وفاء لانه كان عنده وفاء غريب للشيخ، فالمهم الحاصل ان هو زامل مين بقى زميله وحبيبه زكريا فزكريا لحن حته كده لام كلثوم وبعدين قال له يا يا شيخ طه انا عايز اسمعها بصوتك قال له ما اقدرش لازم الست الاول توافق واخد بالك من الادب يعني شوف الموقف بتاع لا انا مش معتمد لازم ناخد راي الريس يعني سعيد باشا لطفي آه. لا ما اقدرش اقول الا لما يزال يعني محمود مم. لا ما اقدرش اغني الا لما الست فزكريا آه. راح الله فتعجبت من هذا الـ الـ الادب العالي والوفاء وقالت الله شيخ طه ده ملك التواشيح الشيخ طه يفعل ما شاء واخد بالك فده كان الـ 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 الوضع في حين يزن وبعد كده بقى هو يبقى هو سجل في اليونان ودخل الاذاعه وعمل الفرقه كل الحاجات دي كانت متتاليه وعين مؤذنا لسيدنا الحسين فبقى يؤذن في المسجد الاذاعه لما راح تلاقي فيها لا يبيلوه كده وكده يبيلوه على الناحيتين على الناحيتين لانه عنده 14 ساعه موجوده في الاذاعه ابتهالات مم. صح وعنده 286 تسجيل في القراءه ما شاء الله واخد بال سيادتك فلا هم اعتمدوه في الاثنين اعتمدوه في الاثنين وكان يكره قوي ويخاف من ركوب الطيران زي محمد عبد الوهاب فيحب السفينه يروح مم. بالسفينة. حصل بقى انه هو صوته حصل في الحنجرة حاجة. ده يقال بعد بنته تقريباً ما توفت وهي شابة صغيرة. ده ده ما ملوش دعوة بوفاة البنت، تمام. لكن كان تمام. الله يرضى عنه <applause> حصل له مشكلة في الصوت. راح للأطباء قالوا له لا خلاص توكل على الله ما فيش قراءة بعد كده وما فيش أي حاجة. فضايق. قال انا هروح لحبيبي هو اللي يحلها لي اللي هو سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وركب السفينه وكانت في واحده من الصحفيه بتقول هو مين ده؟ فقالوا له ده الشيخ طه الفشني قال آيه طلع هو ده الشيخ طه الفشني ماله؟ قالوا له الصوت راح والناس حواليه من اصحابه والمعرفه وكذا الى اخره وهو ساكت وحزين وراح لسيدنا النبي واتكلم بقى معاه ان انا حبيبك لان هو ليه السيره النبويه وليه مولد طه وليه التواشيح الكتيره والامداح الكتيره لسيدنا النبي فبتقول واذ بي اسمع اذانه في الحرم كان لما الناس دي تروح الحرم ام ويخلوهم ويخليهم ايه ياذنوا رجع صوته سبحان الله بعد ما راح لسيدنا سبحان الله مم. قال له بقى السر اللي بينه وبينه فالشيخ طه كان وليا من اولياء الله الصالحين رحمة الله. الادب ده كله والاداء ده كله وانه من اهل القران السيطره بتاعته على المقامات القرار والجواب بتاعه مش عارف كل الحاجات دي مواهب ربانيه خلت الشيخ طه في مصاف الاقدمين. رحمه الله عليه رحمه واسعه. رحم الله الجميع اللهم ونفعنا الله بهم. بارك الله فيكم فضيله الدكتور وشاكرين لحضرتك. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا صاحبي الفضيله. شكرا وصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام والى اللقاء. يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سورة الإخلاص سورة قل هو الله أحد يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه لنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن هذا الحديث حديث صحيح أخرجه البخاري، ولذلك تعود المسلمون أن يقرؤوها ثلاث مرات حتى كأنهم يرجون من الله ثواب قراءة القرآن كله. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فات وما الحياة الدنيا